الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الصيد، والله سبحانه وتعالى حرم على الذي يريد أن يؤدي مناسك العمرة أو الحج أن يصيد صيد البر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون ويرون الصيد الذي يتمنون أن يصيدوه بين أيديهم، قريب منهم جدا، لو فعل أحدهم هكذا لأخذ الصيد. طيب السؤال، لماذا هذا؟ اسمع: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، هو الآن محرم ويستطيع أن يأخذ الصيد من دون أن يدري عنه أحد، ولكن القضية: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ركز على قضية الغيب، حط تحتها مليون خط. الغيب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الخفاء، ليعلم الله من يخافه بالغيب. طب انت الآن خذ الآية هذه ونزلها على واقعك، الجوال، المعاصي، كل شيء، ها، أي شيء تستطيع أن تفعله في الخفاء تذكر هذه الآية: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. انظر إلى الناس وكيف مزاحمتهم على معاصي الخفاء، أن تكون متميز. ليعلم الله من يخافه بالغيب. سأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبون.